ما يطلعوا درجات جرس الانذار هيعمل ايه بعد كده؟ نفذت الاخلاء واتجمعوا في نقاط التجمع الامني وانا هاخد الرصاصات. الو اي سياده العميد، مديره الازمات دلوقتي اخبرتني ان في نار ودخان من مدرج 4 ضربت جرس الانذار وانا قلت لها تنفذ خطه الاخلاء. طيب تمام. اي توجيهات لحضرتك؟ ماشي شكرا. الو صباح الخير يا فندم، من فضل حضرتك احنا هنا في كليه السياحه والفنادق، انا الدكتور محمد عبد اللطيف عميد الكليه. عندنا حريق بدا كده يعني دلوقتي في مدرج 4، فمن فضلكم محتاجين يعني المطافي فورا لاطفاء هذا الحريق يعني. تمام يا فندم تمام، احنا في الانتظار، ضروري جدا، شكرا جزيلا. لسياده
سياده العميد على الدعوه الكريمه انه سمح لنا ان احنا نعمل محاكاه على الواقع في كليه عريقه زي كليه سياحه وفنادق. بتوجه لسياده الشكر، بتوجه الشكر الجزيل للدكتوره دعاء سمير، بتوجه بالشكر للدكتوره ايه، وشكر خاص باشمهندسه رشا. بالنسبه للبيان احنا تلقينا دعوه كريمه من اداره الكليه ان احنا نيجي نعمل محاكاه على الواقع مع حضراتكم. احنا تشرفنا ودرسنا الكليه وجينا عينا مره واثنين، حطينا بعض الخطوط العريضه كده مع اداره الكليه. كل طلباتنا كانت مجابه، كل التجهيزات كانت تمام، مفيش اي حاجه ناقصه. الحمد لله عملنا التجربة بمشاركة حضراتكم، الحمد لله كانت تجربة ناجحة، كلنا فريق واحد. في البنات مفيش فرق بين ضابط وقائد وفرد، كلنا مع بعض ايد واحدة. في البنات ما تقدرش تفرق مين الضابط ومين الفرد، كلنا أسرة الحماية البنات. احنا كلنا أرواحنا فدا شعب التأهيل.